السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتستخدم أوتوكاد في مجموعة كبيرة من الأثبات اسمها بايزيد قوية جدا وممتازة. طيب دلوقتي أصبحت موجودة جوه الريفت، ودي البداية بتاعتها، بداية قوية، وإن شاء الله نشوف حاجات أفضل بكتير في المستقبل، نشوف أدوات كتيرة جدا بإذن الله. ده بايزيد لما صدمناه هنلاقي عندنا إيه، حاجة اسمها أبر. لو أنت عندك تكست كتير مكتوب سمول وعايز تحوله كله لأبر، هنشوف مع بعض دلوقتي. أهوت هاجي هنا واقول له تكست، فبيديني اختيار، بيقول لي انت عايز الفيو اللي انت واقف عليه ولا عناصر معينه، يعني ممكن اعلم على حاجات معينه. فانا هقول له ابديت، فيبدا يحول لي كل الحاجات اللي سمول يحولها لكابيتال، الحاجات التكست تمام مش التاج. طيب ممكن اعمل سيلكت برضو على التكست دوت، واروح هنا واقول له ان انا عايز اعمل الاين محاذاه، فبرضه بيوفر لي اداه كويسه جدا لموضوع المحاذاه، موضوع لو في عناصر كتيره يبدا ان هو يخلي المسافات بينهم متساويه تمام. فهو بيقول انت عايز اني اللي يوازي الاني، فهو اخترت دوت، فاوتوماتيك الباقي كله بيتوازى بالشكل دوت. ممكن نروح نسخ ده كده مثلا واعمل منه كوبي اهو، الشكل دوت. واروح معلم عليهم كلهم، واروح على بيزيد واقول له انا عايز ايكوال الاين، فبيقول اختار انهي واحد، فاخترت دوت، فخلاهم كلهم متناسقين بالشكل دوت. ففي تولز كتيره ان شاء الله نبدا نشوفهم مع بعض واحده واحده. هلاقي هنا مثلا روتيت، اختار تكست، يبقى انا عندي كذا حاجة اقدر ان انا اعمل عليهم سيلكت، واقول له اسكيب مثلا اهو، يبدأ يقول لي اختار الزاوية، فاختار مثلا 44، يبدأ يلفهم بالزاوية اللي انا عايزها. عندنا برضو ايه تاني، لو انا عندي كذا خط وعايز ان انا اعرف كلهم قد ايه، اهو هبدا ارسم مثلا شويه خطوط. فبكل بساطه اقدر ان انا اعمل سيلكت تاب، واروح لبيازيد واروح اقول له انا عايز اعرف اللاينز كلهم قد ايه، فيبدا يقول لي التوتال لينس قد ايه بالمليمتر وبالمتر. فدي حاجه كويسه، لان هنا هو ما بيجيبليش المجموعه، بيجيب لي بس ايه ان هي متغيره. فادوات قويه، وان شاء الله كل تحديث تبقى نعمل عنه فيديو. طبعا في ادوات كتير احنا لسه ما اتكلمناش عنها ان شاء الله.